مصر قلب العروبة وقلب الإسلام، بل قلب العالم ذاته منذ قديم الأزل. كانت على مر التاريخ حفية بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، ما نزال ويزال ذلك ليوم الدين ما شاء الله. فمصر المحروسة المحفوظة المذكورة في التنزيل الحكيم، الخير فيها وفي أهلها إلى يوم القيامة، مع هذا الفيلم التسجيلي عن جهود وزارة الأوقاف. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آيات من القرآن الكريم لخصت هدف رسالة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الموصوف من رب العزة عز وجل بالخلق العظيم. حقا نحب الرسول الكريم ونتخلق بأخلاقه ونتزود بالمعرفة العملية الصحيحة بالإسلام وقيمه ومثله العليا وروحه وجوهره. نحتفل بمولده كأمة إسلامية لها خاصية حضارية بين الحضارات الأخرى، ونحيي ذكراه العطرة للاقتداء به واتباع أقواله وأفعاله. فالعالم الإسلامي يحتفل بمولد خير الأنام، فصلوا عليه وسلموا تسليما. وللدولة المصرية مشوار عطاء لا ينقطع، يأتي عبر رسالات متعددة وهادفة تنطلق من وحي مقاصد رسالات السماء في البناء والتعمير. مصر آذان من فم مساجدها خالد عبر الزمان، فيها أروع ما تسمع من دعاء، هي الصورة الجمالية للعمارة الإسلامية وتطورها. فعلى مدار 8 سنوات تجلى دور الدولة في إحلال وتجديد وصيانة المساجد في مختلف ربوع الجمهورية بطراز معماري فريد يليق بمصر وأهلها، ويتماشى مع نهضة الجمهورية الجديدة، حيث بلغ أعداد المساجد التي تم تجديدها أو تشييدها أو تطويرها أكثر من 4200 مسجد جديد حتى الآن. أولت الدولة المصرية عناية خاصة بالمساجد الأثرية والتاريخية، في مقدمتها صيانة وتطوير مساجد آل البيت على النحو اللائق بمكانتها التاريخية ولما تستحوذ على منزلة خاصة وحب في نفوس المصريين، حب عززه وأبرزه اهتمام السيد رئيس الجمهورية بالتوجيه بالتطوير ليكون مسجد الإمام الحسين أول مسجد تطاله يد التطوير، ويفتتح في احتفال الدولة بليلة القدر شهر رمضان الكريم الماضي هذا العام 2022. وهذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه العضد لأنه حد وقاطع من الناحيتين. ولم يقف الأمر من الدولة عند عمارة بيوت الله مبنى فقط، بل شملها معنى أيضا، فأولت الأوقاف جل اهتمامها بكتاب الله تعالى عملا وتطبيقا على أرض الواقع. فمنذ عام 2014 وحتى الآن كان افتتاح 1600 مدرسة قرآنية وإقامة 860 مقرأة للأئمة والأعضاء و36 مقرأة للوعظات، وصولا للعام الحالي وانطلاق مجالس الإقراء للرجال والسيدات في ثوب جديد من أصحاب الصوت الحسن للعناية بتعليم وتجويد القرآن ونشر علم القراءات بين الحفاظ. فكانت إقامة أكثر من 3500 مقرأة تسطع بنور القرآن في مختلف مساجد الجمهورية. ولأنها مصر تربعت على عرش الابتهالات الدينية منذ زمن بعيد، وتركت إرثا إنشاديا وابتهاليا بأصوات مشاهير المبتهلين لامس القلوب. نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق،
كماله. وبفلسفة واضحة وعناية تبنتها الدولة المصرية تجاه الطفل، فتنوعت الأنشطة، وكان إطلاق المشروع الثقافي للطفل بشكل أمثل، وإقامة متنوع الأنشطة بلغة عصرية ضمنها حلقات حفظ وتجويد للقرآن الكريم وفهم وتفسير لمعانيه، وفيديوهات تعليمية تحت عنوان علم طفلك تبث عبر وسائل وصفحات ومواقع التواصل الإلكتروني للأوقاف تماشيا مع مواكبة العصر، وفعاليات تثقيفية بمسرح العرائس تقام للمرة الأولى، وللأطفال ذوي الهمم ترجمة لفيديوهات علم طفلك بلغة الإشارة وترجمة سلسلة كتب رؤية للنشء إلى لغة برايل. وتأكيدا لما أولاه السيد رئيس الجمهورية بأهمية الاعتناء والاستثمار في البشر وبناء الإنسان، برسالة وطنية ودولية أكاديمية من الأوقاف للتدريب، الأكاديمية التي بلغ عدد برامج التدريب المتخصصة بها 165 برنامجا تدريبيا منذ افتتاحها وحتى الآن، انطلقت من المحلية إلى العالمية في تدريب أبناء الخارج بالتوازي مع أبناء الداخل، فجاء الالتفات من دول أفريقية وأجنبية لإيفاد دارسيها لتلقي العلوم المختلفة على أيدي كبار المتخصصين الأكاديميين. فالجمهورية الجديدة الطامحة إلى الارتقاء كنزها لا يكمن في شيء واحد، إنما في الروح، فهي المسافرة صوب السماء في التفاتتها إلى غدها تسعى للخلود.